مفيش مشكلة. الأول إحنا هنتكلم كده على الـ Essential Tools، عايز أتكلم فيها على إيه في الجزء دوت. يعني إحنا في المفترض في الجزء دوت إحنا عايزين نغطي خفان فشمين. أنا بكتب إنجليزي ولا عربي؟ وريت الناس تركز معايا في الحتة دي. إحنا عايزين نوصل لإيه في الجزء دوت. يعني هو في عندنا في التولز عندنا مجموعة تولز، إحنا عايزين ناخد منها ثلاثة تولز أساسيين، مش عايزينهم أو عايزين نفهمهم في الجزء اللي إحنا هنتكلم فيه ده إن شاء الله. طيب لو يخصوا الـ MVC، يعني أول حاجة اسمها حاجة اسمها dependency injection. هتلاقي دايما بنختصرها DI. خلاص عايزين نفهم يعني ايه dependency injection. وحاجة تانية مهمة جدا حاجة اسمها unit test framework. يونت تيست فريم ورك دي هنشوف برضو، دي حاجه من الحاجات اللي هي مهمه جدا وهنستخدمها بشكل معتاد اثناء كتابه الام في سي. خلاص اخر حاجه اسمها موكينج تول. دي الثلاث حاجات اللي احنا عايزين من الاخر من الجزء اللي احنا بنشرحه ده في التولز نركز على الثلاث موضوعات دول ونفهم كل واحدة معناها ايه وبنطبق عليها ازاي والكلام ده كله. خلاص دي حاجة مهمة جدا. طيب ال dependency injection دي مكتبة بنستخدم مكتبة اسمها، خلينا نقول نتكلم عنها كده ببساطة، حاجة اسمها ninject. خلاص ninject دي عبارة عن 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 library كده بنحتاجها تعمل configuration، يعني اعدادات او اعدادات تخص مجموعة من الأوامر، يعني هنستخدمها في مجموعة من الأوامر كتير. يعني عشان نفهمها بالذات هي دي موضوعنا الأولاني إن شاء الله، فعشان نفهمها هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله. فهي كل فكرتها إن ممكن عشان أعمل شوية طرق ترتيبية في الكود ألف لفة طويلة جدا في الكود عشان أعملها. في مكتبة اسمها نينجكت، وفي مكاتب غيرها كتير، يعني في حاجات تانية يعني بديلة، يعني مش بس النينجكت، في حاجات تانية بديلة كتير جدا. يعني دي مكتبة أنا هداونلودها دلوقتي وأشتغل عليها. ممكن واحد تاني يقول لي طب انا بستخدم كذا، واحد بيقول انا بستخدم واحده تانيه، ما عنديش مانع ولا ما لا نهايه بقى، يعني مش هقدر بقى اتخيل. لكن انا هديكم في الاول عشان تفهموا الحته دي. تعال ناخد اكزامبل كده اكزامبل كامل بايدينا اللي هو بيور كده. لو انا عايز اعمل الحركه دي هعملها ازاي؟ خلاص هلفها اللفه دي ازاي؟ وبعد كده ننزل المكتبه بتاعت نينجكت ونشوف هتوفر عندنا قد ايه في ترتيب الكود وتشغيله. خلاص كده؟ بس بالاعتماد على المفاهيم بتاعت سي شارب الحديثه اللي احنا شرحناها. يعني تكون عديت عليها الاول عشان تقدر ايه تقدر الاختصارات بقى بتاعه الكود وبتاعه ال اي ان كيو بتاعه ال الجينريك في السي شارب والحاجات دي، هتبدا توريك بقى ازاي بتجمع الحاجات دي وبتبدا تنجز بشكل كبير. يعني خلاص في مثلا في حاجه مشهوره غير نينجكت حاجه اسمها يونيتي. خلاص برضو بتقوم بنفس الاعمال. ماشي. اما اليونت تيستنج انا معلش انا عايز اقدم بس كده الموضوع اعرف كل واحد بتعمل ايه مبدئيا. يعني اليونت تيستنج لو انا في دي اليونت تيستنج نازله في الفيجوال ستوديو 2015 نازله تول تخص الايه اليونت تيستنج. ايه اليونت تيستنج؟ ببساطه انا عملت فانكشن بتعمل عمليه معينه عايز اختبر ان هي شغاله صح من قبل ما اعدي وابرمج واكمل واركب الشاشات واعمل مش عارف الداتابيز واعمل مش عارف. قبل ما اعمل ده كله انا عملت فانكشن بسيطه اهي. خلاص عايز اشيك عليها هل هي شغاله صح ولا مش شغاله صح. في اغلبيه الشركات بيبقى في واحد اسمه تيستر. خلاص يعني في الشركات اللي هي مش في اغلبيه الشركات، في الشركات اللي هي في لا من اول متوسط لا الكبيره دي لازم ده ضروري. وممكن يكون في ناس، لكن الشركات الصغيره بتاعتها ممكن يكون لا هو الديفلوبر وهو التيستنج وهو اللي بيغسل وهو اللي بالديزاينر وهو صح ولا ايه؟ هو كل حاجه. لكن دي في الشركات الصغيره. في الشركات او تبدا في الشركات المتوسطه بتلاقي ان لازم يكون في حد اسمه تيستنج، ان الديفلوبر بيخلص شغله فيقوم قايل انا خلصت، يقول له مين قال لك ان انت خلصت؟ ابعت للتيستر، التيستر يشيك ويشوف هل هو خلص فعلا ولا ما خلصش.
خلاص فيبعتها للتيست، فالتيست يقول له بص بدوس على الزر ده ما بيشتغلش، لما بدوس هنا وارجع ادوس هنا لا ما بيشتغلش، لكن لو دوست الاثنين ورا بعض لا بيشتغل، لكن لو ما عملتش عارف ايه ويبدا ده يرص له كل الايه؟ كل اللي هو شافه من. وعلى فكره شغلانه مهمه جدا يعني، مهمه جدا يعني ومكلفه. واقول لكم ازاي بس مش وقت يعني، مش وقت، لكن المهم ان هو بيبدا يخلق كده ايه زي واحد بيراجع وراك. بس بيبقى فيه عيب دايما عامل مشكله كبيره، الا وهو اليونت تيستنج. هو اول نوع من انواع التيستنج، اول نوع من انواع التيستنج. في الغالب التيسترز ما بيعرفوش في الغالب، لان التيستر هنا ممكن يكون موجود في شركه بيتست حاجات ويب ابلكيشن طالعه، وبيتست حاجات موبايل ابلكيشن طالعه، وممكن يكون بيتست حاجات ديسكتوب ابلكيشن طالعه، ممكن يكون في كذا لغه، وممكن يكون، فهو مش ملم بكل الحاجات دي كلها. فكل اللي بيختبره بيختبر الانواع التانيه، يعني في حاجات تانيه كتير جدا من انواع. ممكن يقدر يختبر بقى اليو اي تيستنج، او ممكن يختبر مثلا لو هنقول ريجريشن تيستنج، ممكن يختبر مثلا اكسبتنس تيستنج لو مع الكلاينت في الاخر، ممكن يقدر يشتغل مثلا مش حاجه في دماغي انتجريشن تيستنج ما بين حاجه وحاجه ممكن. لكن يونت تيستنج تبقى صعبه شويه. ليه؟ لان تبقى محتاج انك تبقى فاهم الكود اللي مكتوب كويس خلاص وبتقدر تشتغل عليه، ودي ممكن تكون مش متوفره في كل التيسترز. فعملت مشكله في فتره من الفترات، الناس الديفلوبرز تقول لك لا التيستر هو اللي يقوم بيها، التيسترز يقول لك لا الديفلوبرز هم اللي يقوموا بيها. هي في الحقيقه في الاخر الظاهر كده من اللي بدا يترسخ ان اليونت تيستنج لازم يعملها الديفلوبر، لان مهما حاولنا نوكلها للتيستر فالتيستر محتاج يتعلم لغات كتير ويتعلم حاجات كتير. خلاص كده بدا يطلع في المستوى ده بقى ان بعض السوفت وير تطلع وتحاول هي تعمل يونت تيستنج، هي يعني تبقى عامله اوتوميشن لليونت تيستنج اوتوماتيك، بحيث يقدر يجرب كل البارامترز بكل الانواع ويقول لك لا غير اعمل كذا ويعمل لك، يحاول هو يعمل الخطوات اللي المفترض ان البروجرامر ايه يعملها. فنزل بقى مجموعه من الحاجات دي، بس طبعا ما تبقاش قوتها زي برضو الانسان يعني، اللي هو بيبدا يبص بعينيه ويبدا يركز في اللوجيك بتاع الكود والكلام ده كله، لان اللوجيك ساعات بيفرض، اللوجيك ذات نفسه ساعات بيفرض علينا تيست معين، اللوجيك ساعات بيفرض علينا تيست معين. المهم فمن ضمن الحاجات المهمه جدا في اليونت تيستنج ان الفيجوال ستوديو 2015 بدا ينزل تيستنج تول خاصه بيه تساعدك في انك تعمل ايه؟ في انك تعمل تيستنج. لكن في حاجات مشهوره زي الان يونت، ده ابلكيشن مختص بيعمل تيستنج وكلام زي كده، ممكن واحد تاني يقول لك انا عايز اشتغل بيه او كده يعني. خلاص لكن احنا هنشتغل بالايه؟ هو البيلت ان جوه الفيجوال ستوديو، اللي هو اليونت تيستنج اللي موجود جوه الايه؟ التول اللي موجوده جوه الفيجوال ستوديو ذات نفسها. الموكينج بقى اللي هو اخر واحد ده، دي موك تول خلاص كل فكرتها ببساطه يعني بتعمل امبلمنتيشن لمجموعه انترفيسز عشان تقدر تساعد في برضه في التستنج، والبروجرامر بيقدر يتعرف من خلالها على مجموعه من الايه السنتكس، هنشوف بالتفصيل هتساعدنا فين. خلاص يعني مجموعه برضه بتخص مجموعه لايبرري بتنزل وبنقدر نتست بيها او نعمل بيها شويه انترفيسز وحاجات زي كده وملفات وكلام زي كده، بتساعدنا شويه في الكتابه يعني. في حاجات تانية غير الموكينج تول في كتير جدا يعني، في راينو مشهور جدا يعني، ده مشهور جدا ان ممكن تول تقدر تستخدمها مكانها. طبعا التولز دي كلها زي ما انت عايز، بس انا لا افضل في البدايه انك تحاول تدور ايه؟ تدور عليهم في البدايه، لا ما تدورش عليهم، تعلم بس الاولانيه واطلع بيها الطلعه الاولى، وبعد كده ايه؟ ممكن بعد كده يعني توسع. بس انا لا افضل انك تضيع وقت يعني، في حاجه من شركه واحده بتديني الامكانيات خلاص اتكل على الله، الا لو انا بدات اكتشف ان في مميزات مش موجوده فيها وموجوده في لايبرري ثانيه ابدا بقى اتنقل بشكل ايه؟ بشكل اخر. طيب اختار من نيو فايل ويب سايت، واخترنا اي اس بي دوت نت. ايه ده؟ عشان اخترت من فايل نيو ويب سايت. ماشي خلاص، واخترت اي اس دوت نت ابلكيشن، قلت ده اسينشال تول. في حاجه مكتوبه غلط؟ في ناقص، مش مشكله حصل خير. اخترت MVC،
ومش عايز اي حاجه على الكلاود ولا كلام فاضي من ده. هو معلمني ان هو ام بي سي، او ممكن نختاره ام بي تي ونختار نعلم احنا ام بي سي، مش مشكله. ماشي. نبدأ نجهز بقى للإكزامبل اللي احنا هنتبعه يعني في الشغل بتاعنا. فمحتاجين نجهز البيانات اللي هنشتغل عليها. فخش على المودلز كده ومعامل موديل على السريع. نعم نعم لا ما بنسموش كلاس، بنسميه ايه؟ موديل. خلاص ايوه مش مظبوط، بس احنا بنسميه ايه؟ بنسميه موديل. خلاص طالما جوه الموديل هنا بنسميه موديل. عمل اسينشال بس كده، ايه دي مضايقاني؟ مش مشكله خلاص عديها. خلاص وادي مودلز، وبدأ يعمل ايه البرودكت بتاعنا اللي احنا نبدأ نشتغل عليه. فقلت له ماشي هعمل بابليك انت برودكت اي دي، وادي سيت تو ايه سيت تو جيت. دي احنا خدناها بالتفصيل، اتكلمنا عليها قبل كده يعني. public string name على طول، لان ما جري جري كنت انت بتعمل في السيت والجيت، كنت تيجي بتعمل بروبرتي لازم تعملها public، والا هتستفاد منها ازاي يعني. ناخد دي كده كوبي، واللي بعديها descriptions، اللي بعديها البرايس، بس البرايس هيبقى ديسيمال. اللي بعديها كاتيجوري. ماشي كده احنا عملنا ايه؟ جهزنا اول كلاس اللي احنا بنسميه الموديل بتاعنا. ماشي. طيب هنعمل مثال لكالكوليتر. خلاص يعني حاسبه كده بتحسب لنا الاسعار والمجموعات والكلام ده كله، عشان المثال ده هقعد امشيه لغايه الاخر، وبعد كده اقول لكم طب ما تيجي بقى نستخدم الايه؟ نستخدم النينجكت تول ونشوف هتوفر لنا ايه في اللي احنا عملناه ده. هنعيد نفس المثال تاني بعد كده، تعال نشوف ايه وفرت لنا ايه من الشغل بتاعنا. طيب هقوم جاي كده على كلاس في المودلز تاني. اسميه ال اي ان كيو فاليو كالكوليتر. طيب كلام جميل. كل اللي هعمله جواها هعمل بابليك، بس مش هعملها، هخليها بترجع ديسيمال، عشان طبعا بتجمع طبعا ما فيش غير البرايس عندنا هو الرقم يعني، فانا هشتغل على البرايس يعني، فهترجع لي في الاخر مجموع البرايس ده، بسميها value products value products. حلو قوي. value products ديت المفترض تقبل مني products لسه من البرودكتس، وهي تجمع لي الايه؟ الاسعار بتاعته، عشان استخدمها فيما بعد في ان انا بعمل الشوبينج كارت. خلاص هو الراجل بيعبي المنتجات بتاعته، اقدر اقول له جيب لي السم، جيب لي المجموع، فيقدر يجيب لي ايه الفاليو بتاعت البرودكت، قيمه المنتجات، يقول لي قيمه المنتجات قد كده. فعايز ابعت له الايه؟ الليسته بتاعت البرودكتس بتاعتي، فهبعتها بشكل ايميليتر انيميريتر. خلاص هقول له اي انيميريبل من النوع جينك طبعا، فهضطر ان انا اقول له ان هو على البرودكت، ابتدي اضطر ان انا اقول له على ايه؟ على البرودكت، وادي اسميه ايه؟ اسمي البارامتر ده برودكتس. ماشي معايا الناس ولا ايه؟ خلاص يبقى انا سميت الميثود بتاعتي فاليو برودكتس، value products. ماشي
وبتاخد enumerable product يعني مجموعه مسلسله من البرودكت، وسميت البارامتر عشان ابدا استغله فيما بعد سميته ايه product. ماشي كده؟ طيب طبعا عملت اللاين كيو لان انا لو هعملها بالطريقه العاديه مفترض ان انا اعملهم بقى array ولا حاجه واخدهم وبعد كده اعمل عليهم لوب بعد كده اجمع، صح؟ قصه كده يعني عشان اعرف اعملها. يعني طبعا بما ان انا اشتغلها اللاين كيو فعلى طول على سطر واحد اقدر اعملها على طول، ان انا ببساطه جدا ممكن اقول products وطالما دي enumerable يبقى اقدر اقول لها دوت ايه sum ولا ايه؟ اعمل لي sum، اعمل لي مجموع وبدي رمز الاول اللي هو مثلا بي اللي هي البرودكتس بتاعتي، لكل بي ده هيبقى بيمثل ليا مع كل لفه جواه عنده هو، هيبقى البي بالنسبه له البرودكت الاولاني في اللفه الثانيه، يبقى البرودكت الثاني في اللفه الثالثه، يبقى البرودكت الثالث هو هو كده لوحده مع نفسه خلاص. فعايز ايه من البي؟ قلت له عايزك تجمع لي من جوه البي مين؟ زي ما تلاقي كده الايه؟ البرايس. طيب يعني دايما لو انا قلت مثلا سي وانت قال له هات لي من السي لو سي دوت الاقي ايه الرمز اللي انت بتديه هنا، مش انت انت حر خلاص، لكن هو الفكره كلها ان انا سي كده هو فين من السي، ان انا اديت مع كل لوب مع كل اتريشن مع كل لفه هيبقى البرودكت اللي داخل في الايميليتور الايميليتور هو مين البي الوحده. تخيل ان انت جبت من على الرف ثلاث منتجات، يبقى السي بالنسبه لي دلوقتي اول منتج خلاص هيجيب منه البرايس وعايز يعمل له سم كده، فاهم السطر؟ فاهم ازاي؟ مع المنتج الثاني هو اللي هو السي برضه هيديله السي، هيبقى يديله اسم السي وهيجيب منه البرايس ويجمعه، وهي كلمه سم وبي كده ببساطه جدا. فطبعا لله يعني ان كيو على قد كده تعتبر من الحاجات اللي هي ايه مبسطه الدنيا على الاخر يعني. لو كان هنعمل بقى لوجيك عشان نقدر نعمل تجميع وكلام زي كده، وانا ايه دوت ايه، واللوجيك كمان بيبقى فيه مشاكل ان انت بتبقى اسم الحاجة ومش عارف ايه وتكتبها من دبل كوتيشن، يبقى ممكن تبقى الاسم السبيلنج غلط مش عارف ايه. لكن هنا لو انت شايف لو في اي غلطة هتطلع سينتاكس ايرور، والسينتاكس ايرور من اسهل انواع الايه الايرورز او من اسهل انواع الاكسبشنز خلاص، لان بيبقى واضح وسهل جدا حله، غير بقى الاخطاء اللي ممكن في الاخر تلف 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 في الاخر بقى ايه ما بين دبل كوتيشن الكلمة المكتوبة مكتوب فيها حرف غلط، بتبقى دايما حاجة مؤذية انك تاخد وقت كتير جدا لما تلف عليها، غير لما الفيجوال ستوديو يساعدك ويعلمك عليها يقول لك ان كلمه برايس مكتوبه غلط، وفر عليك خلاص. يعني دي برده من الحاجات اللي احنا لازم نبقى متفاهمين هي قد ايه بتساعدنا وقد ايه مهم خلاص. نعم طيب كده احنا خلصنا الايه بس شفتوا هي ميثود واحده بسيطه جدا على الطاير يعني. ماشي عايزين بقى ايه نعمل الشوبينج كارت اللي هنبدا ان نعمل بيه كل الايه كل الشغل ده كله. خلاص محتاجين نعمل الايه زي ما قلنا الشوبينج كارت ان هو يقدر يعمل لنا الكلام ده كله. فقمت كليك يمين اد كلاس اسميه شوبينج كارت كلام جميل شوبينج كارت خلاص مفهوم ان احنا عايزين نليست فيه مجموعه من البرودكتس بتاعتنا اللي الراجل بينقيها. قلت له اول حاجه برايفت برايفت يعني مش عايز حد يشوفه يعني هستخدمه جوه الكلاس ده بس يعني محدش هنديله من بره. برايفت ال اي ان كيو فاليو كالكوليتر وسميته ايه؟ كالك. حلو كده؟ عملت كالك دوت اوبجكت من ال من الكلاس اللي احنا عاملينه من شويه عشان هستغله في ان هو يجمع لي. خد بالكم كمان من الطريقه اللي انا بتكلم فيها دي ازاي تفكر في حل المشكله بتاعتك، ودي الحته المهمه جدا. لاحظ ان انا جيت على البرودكتس وكنت عامل كلاس لوحده. لو جيت اعمل الكالكوليتر اللي بتعد كنا عاملين كلاس ايه؟ كلاس لوحده. جينا نعمل الشوبنج كارت بتاع كلاس لوحده. فاهم ازاي؟ لان فهم فكره الواحد يقول لي الشوبنج كارت هو مجمع فيها اقول له اه دخلنا بقى في حسبه ثانيه خالص. عشان تجمع جوه الشوبنج كارت دي شغلانه. المفروض الشوبنج كارت تبقى سيمبل اي حد يبص لها هي شوبنج كارت اهي. زي اي حد يقدر يفتح البرودكت دلوقتي يقدر ايه؟ يقول لك ده البرودكت. اي حد يفتح الكالكوليتر اه بيجمع ده بيعمل سم ده بيعمل مش عارف ايه فعلا. حاول قدر الامكان ترتب كل المفاهيم القريبه من بعض تتعمل مع ايه؟ مع بعض، ما تحاولش تخلي كله يخش في بعض، يعني اجي اعمل شوبنج كارت اقول لك اه شوبنج كارت دي اساسها ايه؟ اساسها برودكت، تقوم عامل جوه شوبنج كارت برودكت. طب انا عايز اجمع، هم عاملوا جوه تجميع.
فاهمني ازاي؟ طب انا عايز اشيل منتج من المنتج وعامل جوه اشيل المنتجات من تلاقي نفسك كده في الاخر تيجي تبص على الكلاس بتاعك تلاقي مش كلاس، تلاقيه صعب الفهم. ولو انت بتشتغل في مشروع كبير عشان تعرف ترجع تفتكر اصلا انت كنت عامل ايه، لا يبقى قابلني. لكن لما تكون مرتب تقدر تبص ان في عيب في التجميع، هتقوم فاتح على طول ليه الكالكليتور بس، وتشوف انت العيبها فين او التجميعه فين الغلط او مش عارف ايه، تلاقي نفسك وفرت على نفسك وقت كبير جدا ورتبت امورك، وبقى من السهل انك تعرف تراجع الكود بتاعك. ومن السهل، وده الاهم، اكتر حاجه بحبها، اهم حاجه تكبر البروجكت بتاعك. يعني في فرق كبير جدا ما بيننا وما بينهم، هم بيعملوا حاجات ناجحه احنا ما عندناش حاجات ناجحه، والحاجه الناجحه عندنا في السوفت وير، يعني ما بتمشي في الحياه. طب انتوا عارفين هم مين واحنا مين من غير ما اقول؟ فمعنى كده ان انا بتكلم صح. صح، لو كنت مش بتكلم صح كنت هتقولوا مين هم مين احنا، لكن انتوا بتبقى مين، يبقى امين يعني. ف ليه؟ احنا حتى الحاجه اللي تنجح عندنا بتعمل وبتختفي، لان هي اصلا مش مبنيه بشكل مجهز ان هي تكبر، مش مبنيه كده، هي مبنيه كده طلسم وبتاع ولزق وبتاع، الله يلا الافتتاح قص الشريط شكرا انتهى الموضوع خلاص. لكن تلاقيهم هم بيعملوا بروتينج سيستم بقى لهم اكتر من دخلوا في حاجه و20 سنه بيظبطوا فيه. ده بنوه ازاي؟ بنوه صح وعمالين يوسعوا فيه ويرتبوه صح، والا كان احنا بروجكت يعني، سوري يعني، بروجكت يعني عقروض صغنن كده، هوب هوب بيكبر مننا شويه، نلاقي نفسنا دخلنا مثلا في 100 ملف بتاع كلام من ده، وده معناه بروجكت صغير على فكره، 100 ملف ده حاجه مش كبيره خلاص. تلاقي نفسك تقول عايز اعدل دي، تقول لا ده انا بقالي كتير ما اشتغلتش عليه، لا ده يعني ده عايز له كام يوم اقعد افتكر. فابني زي كام يوم عايز تفتكر؟ ايوه صحيح، ده ممكن يحصل معاك حتى في البروجكت اللي مرتبه، لكن الحقيقه انك ده بتعرف ترتبه، ده بتعرف تعدل فيه وما بيحصلش مشاكل كبيره، ده بتخش فيه وبتخربه وتقول لهم بصوا هد ونبني من جديد هيبقى ده الفل. ده الحل الامثل بتاعنا دايما يعني. خلاص، المهم عملت كالك من الايه؟ من الكالكريتور اللي احنا عملناه. حلو. ليه؟ الاستورج بتاعت الويب سايت يعني؟ ملفات كتير؟ لا مش هيفرق خالص، ما تفرقش نهائيا. خلاص؟ ما تفرقش خالص. قصدي في البرفورمانس بتاع التنفيذ ولا في المساحه بتاعت الجهاز ولا ايه؟ في البرفورمانس؟ لا مساحه البروجكت ايه يعني؟ هتفرق معاك ايه يعني؟ انت يوم ما تنتحري وتنزلي كم ملف زياده هتزيدي ميجا يعني؟ ميجا يعني انت مش بتعملي يعني، ده هو كلها حاجات ده ملفات. يعني انت بتيجي مثلا لو جينا طلعنا بره دلوقتي وقسنا الملفات دي حجمها كام دلوقتي على الهارد ديسك، بس هتوصل من استحاله. يعني زي انا لو جيت عملت في ملف واحد ما هي نفس حجم الكتابه يعني، يعني مش المساحه اللي هتعمل لك البروبلم الكبير. الا لو احنا بقى مستعملين مكتبات كتير وبتاع، نبدا بقى نخش بقى في ايه؟ مساحه ومش مساحه، وبرده مش هيبقى مؤثره قوي. لكن الاهم بالنسبه لنا تقدر تتكلم عليه اللي هو البرفورمانس، اللي هو بقى ايه درجه يعني، مع ملفات كتيره هتبقى السرعه اقل، ولا عامل ملف واحد تبقى السرعه اقل، ولا مين الاسرع؟ اقدر بقى نتكلم في دي بقى اللي نقدر نتكلم فيها بشكل صحيح يعني. خلاص، الاستورج ما يشمهاش القلق الكبير بالنسبه للويب سايتس، لكن هي بتبقى ممكن تكون قلق شويه بالنسبه للموبايل ابلكيشن. لا ما يفرقش مش كلام من ده يعني، لان حتى ما بنعمل كومبايليشن وكلام زي كده الابلكيشن بيبقى الملف اللي بيقوم اللي انت بتستدعيه، ومعاه الملفات الجنرال اللي هي الاساسيه خلاص. فمش بيضطر مثلا انا شغال على البرودكتس ما حدش يقول لي الله والكلاس بتاع الادمن هيقوم، ما هو مش ده واحد عادي ومش محتاج الكلاس ده، فما بيقومش بالذاكره ولا بياخد من الميموري ولا لا ما فيش كلام ده خلاص، حتى لو هو موجود يعني على السايت. طيب ماشي، عايز اعمل في الشوبينج كارت كونستراكتور. عارفين الكونستراكتور؟ الكونستراكتور هو عباره عن ميثود بس ليها خصوصيه شويه بالنسبه للاستشار، بيبقى اسمها نفس اسم الكلاس يعني طبعا انت عايز تعمل كونستراكتور لازم يكون اسمه شوبينج كارت زي ما اسم الكلاس شوبينج كارت. والميزه الثانيه المهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان هو اول ميثود بتشتغل، لازم في اول ميثود تشتغل اللي هو احنا بنسميه لازم تشتغل، حتى لو انت كتوش يبقى في دايما ضمنيا في ديفولت كونستراكتور بياخد زيرو بارامتر وكل حاجه وانت بتعملها لازم. وهوريكم احنا شغالين فين هو كونستراكتور بعينه واحنا بنشتغل، حتى لو احنا مش عاملين كونستراكتور
خلاص بيبقى موجود، هوري لكم يعني ان شاء الله يعني لما يجي نعمل اوبجكت ولا حاجه. فالكونستراكتور هنا لو كان، لو انت عملت كونستراكتور بايديك بقى كتبت الكود بتاعه، فانت بتلغي الديفولت كونستراكتور خالص، يبقى كده مفيش غير الكونستراكتور الجديد اللي انت ايه اللي انت عملته. فمعنى كده لو انا عملت كونستراكتور بياخد بارامتر كده خلاص كده، لازم اللي يجي يعني يجي يشتغل على الشوبنج كارت لازم يبعت الايه البارامتر ده، لان احنا طبعا قلنا اول حاجه تشتغل دايما هو مين؟ الكونستراكتور. فلو انا عملت كونستراكتور بيقبل بارامتر، فمعناه ان الكلاس ده ما حدش يعرف يشتغل غير لما يبعت القيمه اللي عايزها بايه الكونستراكتور. فساعات بيبقى محتاجين في بعض الكلاسز حاجه تقوم في الاول، يبقى ممكن اعمل كونستراكتور ويشتغل اوتوماتيك حتى لو ما كانش فيه يعني بارامتر، حتى لو ما كانش فيه بارامتر، في شويه عمليات عايزك تعملها على طول اول ما تيجي تقول هيعمل شوبنج كارت، اه طب جاهز واعمل كذا وكذا وكذا. وساعات ببقى مضطر في بعض الاحيان، ودي مهمه جدا، ان لازم طالما هيشتغل الحاجه دي لازم يقول لي كذا ولازم يقول لي كذا، ما اقدرش اشتغل في كذا غير لما يقول لي كذا ويقول لي كذا. زي مثلا، زي مثلا احنا عايزين نعمل دلوقتي، انا عايز اعمل كونستراكتور فاعمل بابليك. طبعا الكونستراكتور في ميزه، في حاجه كمان برضه زي ما اقولها، هو مش بيريتيرن فاليو، ما ينفعش ريتيرن فاليو، هو دايما فويد من غير ما تقول فويد، هو دايما فويد من غير ما تقول ايه فويد، لان هو مش من الاساس ان هو يعمل عمليه ويرجع لك قيمه، لا مش اساسه كده خلاص، هو اساسه ان هو يعني زي بالظبط الكونستراكتور، يعني زي حدث الولاده كده بالنسبه للشخص، فاهمني؟ زي لازم يعني عشان يتواجد يبدا ايه اول حدث يتولد بس، من غير بقى ما يبدا يعمل انتاج او يبدا يعمل، هو لازم يكون موجود كده. فالكلاس لازم يكون اول حدث ليه هو الكونستراكتور، هو ده حدث الولاده بتاعته خلاص، حدث الايجاد بتاعه خلاص، ما بيعمل ما بيريترنش باله، ما بيعملش اي حاجه خلاص. ومن غير ما تقول فويد، يعني مش هقول مثلا بابليك فويد، ما بعملش كده خلاص، بقول بابليك ومكتب اسمه على طول شوبنج ايه؟ شوبنج كارد. حلو لازم يستقبل منك، هقول له لازم تستقبل ان اي ان كيو فاليو كالكوليتر واسميه كالك بارام، يعني بارامتر يعني القيمه، يعني الاله الحاسبه اللي انت عايز تشتغل عليها، الاله الحاسبه اللي انت عايز تشتغل ايه؟ نظام المحاسبه اللي انت عايز تشتغل عليه. طيب يعني اي حد هيجي ينادي، عشان بس نبقى متفاهمين الموضوع، خدوا بالكم، لان يعني انا ما حبيتش ان احنا نشتغل بالنينجكت على طول، لان ما تعرفش في المستقبل ممكن تلاقي حاجات بقى تحصل احسن من نينجكت، حاجات مش فاهم، فمحتاج انك انت تفهم السيناريو اصلا مش ازاي يدوي، دي واحد. ثانيا تبقى عارف بيوفر لك ايه النينجكت، يعني تبقى عارف هو بيعمل لك ايه، يعني ولا بنزله وخلاص في البروجكت، لا تبقى فاهم بيعمل ايه. تمام، وتفهمنا حاجات كتير جدا هتبقى غايبه عننا. طيب بعد كده اي حد يجي يستخدم الشوبنج كارت لازم يختار مين؟ الكالكوليتر، يبعت لي الكالكوليتر اللي هو عايز يشتغل عليه عشان اقدر اشتغل عليه. لو انا، لان ممكن يكون عندي مجموعه من الايه؟ مجموعه من الكالكوليترز، كل كالكوليتر بتعمل حاجه معينه. طيب وطبعا الكالك بتاعنا اللي احنا عاملينه فوق احنا عملناه من غير ما نعمل له كونستراكت، يعني عملناه بس كده عرفناه لكن ما انشاش بفعل. فاقول له الكالك بتاعي هيكون بيساوي ايه؟ هيكون بيساوي الكالك بارامتر اللي احنا اللي هو بعته لي، على حسب بقى الكالكوليتر بارامتر اللي هو بعته. لو هو بعت لي الاي ان كيو فاليو كالكوليتر عادي، هنشتغل فاليو كالكوليتر عادي. لو هو بعت لي بعد كده حاجه ثانيه، هقدر اشتغل على الحاجه الايه؟ فاهمين المفهوم؟ ده مهم جدا. انا متخيل ان قدام في البروجكت هيبقى فيه كالكوليترز وحاجات كتير، متخيل هيبقى فيه كالكوليترز وحاجات كتير، وانا بعمل كلاس شوبنج كارت ممكن استخدم فيه اكتر من كالكوليتر بتعمل اكتر من حاجه. هبدا افكر ان انا اعمل ايه؟ الكونستراكتور ياخد منه الكالكوليتر اللي هو عايز يحسب بيها، وابدا اظبط نفسي، يبقى الكالك بتاعتي شغاله بقى على مين؟ على اللي بعته، حسب بقى اللي بعته خلاص، وابدا اشتغل على حسب الايه؟ حسب بعته. فكده عملت مور جينيريك للكود بتاعي. احنا عملنا دلوقتي نوع واحد اسمه لاين كيو فاليو كالكوليتر، ممكن بعد كمان شويه اعمل واحده ثانيه غير الفاليو كالكوليتر دي خالص، اعمل حاجه ثانيه خالص، كالكوليتر لحاجه ثانيه، وهنعمل كده دلوقتي خلاص. طيب المهم دلوقتي عرفنا ان الكونستراكتور هيبقى الكالك هيبني بناء على اللي هيتبعت. دلوقتي احنا ما عندناش غير واحده، ماشي ممكن نعمل كمان شويه واحده ثانيه ونشوف خلاص. طيب عايز اعمل برضو، عايز اجيب الببليك اي انمريبل من النوع برودكت، عشان دي اهم ادله هشتغل عليها دايما، يعني دي مجموعه البرودكتس اللي جوه الشوبنج كارت اللي انا بشتغل ايه؟ اللي انا بشتغل عليها خلاص، واسميها برودكتس ودي عباره عن
بروبرتي. خلاص طب هي بروبرتي انا فهمت ان هيبقى في برودكتس دوت دي كده، ممكن ابعت له مجموعه برودكتس صح كده، او ممكن ابعت له مجموعه برودكتس مره واحده فيتعمل لها ست، او ممكن اسرع البرودكتس الموجوده يعمل لها جد، عشان يبقى عندي كده اكن بالظبط عندي جدول من المنتجات. خلاص والبروبرتي دي بتشيل الجدول، حط منتجات حط جواها، هات المنتجات يتجمع من جواها، اجمع لي مجموعه المنتجات وجميع على طول، فاهمين الفكره؟ فبقت كده بالنسبه لي اكنها جدول، بس ما جدول موجوده ايه؟ موجود جوه بروبرتي على الطاير كده. خلاص ومبني بناء على الكلاس اللي احنا مصنفينه جوه البرودكت، اللي هو برودكت اي دي والبرودكت نيم والديسكربشن ومش عارف ايه والكلام ده. كلام جميل. وجيت هنا جوه الشوبينج كارت، انت عامل بابليك ديسيمال كالكوليت برودكت توتال ماشي، عملت فانكشن اسمها كالكوليت البرودكت توتال جوه الشوبينج كارت. عشان ايه؟ عشان انا جوه الشوبينج كارت عايز اقول له شوف لي ايه كالكوليت، احسب لي البرودكت توتال، احسب لي مجموع الايه؟ مجموع المنتجات. خلاص عايز في الحته دي اجمع مجموع المنتجات بتاعتي، فاقول له ريتير، عارف الكالك اللي عارفها اللي هي مبنيه على ايه؟ الكالكوليتر الفاليو الاين كيو فاليو كالكوليتر مؤقتا. لو في كالكوليتر ثانيه هتبقى مبنيه على الكالكوليتر الايه؟ ما اعرفش على حسب. خلاص دوت عايزك تجيب منها، لقيت ان في عندي فاليو ايه؟ فاليو برودكتس، تحت كده فاليو برودكتس، قال لي ابعت لي ايه؟ الاميريتور بتاع البرودكت صح كده؟ ابعت لي الاميريتور بتاع الايه؟ البرودكتس. قلت له خلاص ادي البرودكتس اهي، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن البروبرتي اللي هتبقى شايله مجموعه البرودكتس اللي انا شغال ايه؟ شغال عليها. عرفنا فاليو برودكت دي لانه واحده، لو دخلنا جوه الاي ان كيو كالكوليتور هنا هتلاقي فاليو ايه؟ قيمه البرودكتس دي، الفانكشن اللي موجوده جوه مين؟ الاي ان كيو فاليو كالكوليتور. لما جيت هنا اهو في كالكوليت برودكت وقلت له كالك، ما فيش غير الفانكشن بتاعت فاليو برودكت، وطبعا عايزه مني الايه؟ البرودكتس، فبعت لها البرودكتس بتاعتها. مفيش مشكله. مفيش مشكله. طيب كويس قوي. محتاجين دلوقتي نبدا نعمل كنترولر، عشان نبدا احنا كلنا عملنا مودلز، ظبطنا المودلز بتاعتنا. طيب محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ كنترولر. اروح على كنترولر كليك مي، وعايز اقول له اد ايه؟ اد كنترولر. قال لي هتسميه ايه؟ الاول نختار ان هو ام في سي كنترول امبتي ماشي. قال لي هتسميه ديفولت كنترولر، قلت له هسميه هوم كنترولر. خلاص كده؟ وهنعمل له طبعا اندكس ميثود عشان نبدا نشتغل عليها. قلت له اوكي. الاندكس ميثود بتاعتنا محتاجين ان احنا نخليها كريت اري، تعمل لنا اري ليستا من البرودكتس اللي هتبدا تشتغل عليها صح ولا لا؟ و اوبجكت من ال ان كيو فاليو كالكوليتور عشان دي الكالكوليتور اللي هو عايز يحسب بيها، وبعد كده يبدا يستخدمها بشكل ايه؟ بشكل مباشر. كلام جميل. تعالى نعمل ايه؟ في الكنترول بتاعنا فوق هنا اسال سؤال، لو انا كتبت كود بعد بابليك كلاس هنا على طول ماشي في الحته دي، او كتبته هنا اهو في الحته دي، تفرق؟ يعني عرفت هنا فاريبل هنا وعرفت فاريبل هنا، تفرق؟ مهم جدا، لازم يكون عندنا المعلومه البسيطه دي، ان لما اعرف حاجه هنا جوه تحت بابليك كلاس معناها ان كل الميثودز اللي موجوده هنا هتشارك في الحته دي، هتشارك في الحاجه دي، مفهومه كده؟ اما لو انا عملته جوه الميثود هنا، فمعناه ان الميثود دي بس هي اللي هتبدا تشتغل عليه، مش هيشارك بالظبط. فانا محتاج البرودكتس ان انا اعمل مجموعه برودكتس فيها شويه داتا كده عشان اشتغل عليها، فانا مش عايز اعرفها مع كل مثال جاي، فانا هعرفها فوق مره واحده خلاص، عشان في الاندكس هستخدمها، وفي الحاجات التانيه اللي هنعملها كمان شويه نقدر ايه؟ نستخدمها بشكل ايه؟ مره واحده يعني. فقمت قايل له انا محتاج ان انا اعرف برايفت. ليه برايفت؟ انا مش هستخدمه غير جوه الهوم كنترولر بس، رغم ان في ناس كتير جدا بتشتري دماغها من الموضوع، لكن ده الموضوع ده مهم جدا في البرفورمانس.
خلاص يعني، يعني بتفرق اما تحط الحاجه في في البابليك غير ما تحطها في البرايفت. بالبرايفت طبعا لانه المنطق بتاعه صغير. يعني تخيل مثلا ان انا جوه ميثود وعرفت متغير جوه ميثود، فطبيعي يبقى برايفت للميثود دي وانا ما استغلتش الميثود، هل هيتحط في الذاكره ولا هياخد من الميموري ولا اي حاجه خالص؟ خلاص لما احطه جوه كلاس، لو برايفت جوه كلاس خلاص هشتغل، لما اجي استخدم الكلاس ده لو ما استخدمتش الكلاس ده مش هتعمل. فاهمني ازاي؟ طب اعمله بابليك، لا ده كان عايز ياخد مساحه اكتر، انا ممكن كلاس ثاني يستدعي الكلاس دوت ويقدر يستخدم اللي جوه. فكل ما بتوسع النطاق كل ما هو بيبدا ياخد مساحات من الذاكره وكده. فقلت له برايفت برودكت، قال لي مش لاقيه. قلت له عشان هو جوه الموديل صح؟ قالش برد عليا يبقى صح. قلت له برودكت لازم نعمل له استدعاء عشان يعني يوزنج، فادينا هو في البتاع دي. قال لي اعمل لك يوزنج اسينشال تولز دوت مودلز. قلت له بالظبط. قال لي استخدم ايه اسينشال تولز دوت موديل من غير اي دي ال اف اس. ماشي. قلت له احنا هنساوي، وبعد ما يساوي انا عايز احط على طول مباشره القيم هنا على الطاير ماشي عشان اقدر ايه استغلها. فاقول نيو برودكت وادي له النيم كوم، ادي له الكاتيجوري للاسف. احنا لو كان الجهاز اللي شغال عليه بالمثال ده كنا خدناه كوبي ولا حاجه. برايس نعم كوما كده اول ايه اول واحد، محتاجين التاني التالت الرابع اربع منتجات كده نجرب بيهم الشغل الشغل بتاعنا. اخر واحد مفهوم غيره عشان احنا هنا برودكت بس واحد، نعمله ايه؟ هي برودكت صح؟ عشان يقدر يتفاهم ان اللي جاي مجموعه، اما دي بقى الكاتيجوري مكتوبه غلط، مكتوبه السبيلنج بتاعها غلط. حاجه ثانيه كده؟ تمام خلاص الكلام جميل. نخش بقى على ايه؟ عملنا دي بس عام كده عشان نقدر نستغلها في كل الشغل بتاعنا. دخلنا على مين؟ على الاندكس بتاعي. قلت له لازم استخدم الاي ان كيو كالكليتر، فاليو كالكليتر اللي احنا عملناها سميتها كالك، ودي بتساوي نيو. نيو ايه؟ ما عندناش غير الاي ان كيو فاليو كالكليتر، ما عندناش خلاص ما عندناش غيرها. سيمي كولون. قلت له بقى محتاج الشوبينج كارت، سميتها كارت بتساوي نيو شوبينج كارت. وانا بعمل نيو شوبينج كارت تلاحظ بقى هنا كنا بنعمل كده احنا صح؟ نيجي نعرف اي اوبجكت طلع لي هنا ايه؟ لان لازم يكون في كونستراكتور، والكونستراكتور قال لي اهو، قال لي انت مش باعت اي ارجمنتس، ارجمنتس يعني يعني بارامتر خلاص. والمفترض ان انت تبعت زي في اخر النوتس اللي طالعه على اليمين خالص هتلاقي شوبينج كارت اخر النوت خالص، شوبينج كارت لازم تبعت لي ال اي ان كيو فاليو كالكليتر، لازم تبعت هنا او من فوق في الانشاء اهو كالك بارامتر، فلازم تبعت لي الكالكليتر بتاعك اللي انت عايز تشتغل عليه. قلت له ماشي. احنا سميناه ايه؟ كالك هنا برضو احنا سميناه بنفس الاسم. كلام جميل. ممكن ابعت هنا على طول، خد بالك من الحركه دي، ممكن ابعت هنا على طول ال اسمها ايه البروبرتي بتاعت البرودكت، فاكرينها؟ مش فاكرينها مش فاكرينها مش فاكرينها افكركم بيها. ليه دي؟ خلاص ممكن اقوم جاي هنا كده
بس طبعا انا طب ما افترضنا كان في اكتر من اكتر من بروبرتي، يعني مثلا انا متخيل ان انا اجي هنا كده واقول له ايه وادي يا عمي عايز ابعت له دول، صح دول ولا ايه؟ عايز ابعت له ايه؟ اقول له وادي يا عم البرودكتس بتاعتك. طب ماشي، افترضنا ايش عرفنا ان دي هتسقط في البروبرتي دي، ما ممكن يكون عندك اكتر من بروبرتي هناك، صح ولا لا؟ قال لك ممكن تعملها ازاي دي بقى؟ ممكن تيجي نوت قبلها تقوم كاتب اسم البروبرتي اللي هي فين جوه. بص هو طلع لك اهو، هي كانت نفس الاسم ولا ايه؟ اه كانت نفس الاسم، حظنا بقى ان كانت نفس الاسم. هو البرودكتس اللي جوه، بس هو بيفهم دايما ان الاولى اللي على الشمال هي اسم البروبرتي والثانيه اللي على اليمين هي الفاليو اللي انت عايز تبعتها، ده ثابت خلاص. البروبرتي اللي هي على الشمال واللي على اليمين انت اللي هتبعتها. فتقول البرودكتس اللي هي مين؟ اللي هي هناك. طب ممكن معلش ممكن اغيرها عشان تبان، ممكن حتى نخليها بالبيج كابيتال، يعني التغيير يكفي يعني خلاص هيبان يعني. او طلع لي هنا تحتها ايه؟ تحت مين؟ تحت على الشمال مش تحت مين؟ قال لي مش لاقي بروبرتي بالاسم ده. خلاص قلت له خلاص انا دي البرودكتس اللي هي بالبي الايه؟ كابيتال، هتحط جواها مين؟ البرودكتس اللي هي مين؟ اللي هي هو معلم لك عليها اللي هي فوق دي. خلاص فهو يحط دي جوه دي. كده في مشكلة؟ محدش بيرد عليا، يبقى ان شاء الله مفيش مشكلة. عايزين نعمل الاندكس دلوقتي بقى، يعني بعد كده عايزين نعمل فيو. احنا خلاص عملنا الموديل والكنترولر، محتاجين نعمل الايه؟ الفيو. فجيت على الاندكس قلت له انا عايز اد فيو الاندكس وزاوية موديل ماشي، وتستخدم لاي اوت، مش بيستخدم اي لاي اوت ولا اي حاجة خالص. اوكي ممكن اقول له ان هو الموديل بتاعه هيستقبل مثلا ديسيمال عادي، ممكن اقول كده مثلا، عملناها قبل كده كانت في السترنج لو تفتكروا. اقول له كده الموديل ده هيستخدم، يعني هيشتغل اي حاجه بتشتغل بتسلم ديسيمال خلاص. واللاي اوت مش محتاجين لاي اوت. طيب في بادي، وتحت البادي في ايه؟ ديف. في الديف دي هو كاتب كلمه بسيطه جدا، اقول له توتال فاليو از ايه بقى؟ فاتور بقى اللي هيجي لك بقى من الموديل. ما هو الموديل بتاعك جوه الهوم كنترولر هنا اللي هو ايه؟ في الاندكس صح؟ المفروض الخامه اللي بعتها لك مين؟ اللي بعتها لك الاندكس. بس احنا كده ما كملناش الشغل بتاع الاندكس ولا ايه؟ اه ما كملناش، ما بعتنا يعني لاحظنا ان احنا عملنا شوبين كارت وبتاع وكلام، بس ما بعتناش الخامه عشان يقدر القط. على العموم على العموم توتال فاليو از ايه؟ عشان نخلص، عشان طالما فتحنا في الحته دي قلت له بكل بساطه ات موديل، اللي جاي لك من الموديل، اللي جاي لك من الايه؟ وممكن نعمل له تنسيق كده علامه الدولار ساين عشان ينسقها ويفهم ان هي دي ان هي ارقام فلوس يعني خلاص. طيب ماشي، ادي الهوم كنترول. احنا عملنا شوبينج كارت ونسينا نكمل، يعني ما كملناش بعد ما عملنا، احنا لسه ما بعتناش، لسه ايه؟ ما بعتناش، يعني ما جبناش اصلا قيمه التجميعه ولا بعتناها للشاشه. احنا عملنا كده كل حاجه صح، بس فاضل ان احنا ننادي بس. اقول له ماشي، عرف متغير كده ديسيمال، متغير اسميه توتال فاليو مثلا، وده بيساوي، قال لي ايوه تساوي ايه؟ قلت له روح على الكارت، قال انا عارف الكارت دي. قلت له كان فيها مثل احنا عملناها اسمها كالكوليت البرودكت ايه فاليو صح؟ توتال البرودكت توتال. اقول له اه دوست، بس قال لي ما فيش غير كالكوليت برودكت توتال بس انت عملتها. قلت له بالظبط. فانا مسافه ما اقول له كالكوليت البرودكت توتال، ايه اللي هيحصل؟ هيكالكوليت التوتال ويرميه جوه مين؟ جوه توتال فاليو. فاصبح التوتال فاليو دلوقتي شايل ايه؟ شايل قيمه الايه؟ التجميعه. وممكن وانا بنادي على الفيو، وانا بنادي على الفيو اقول له توتال ايه؟ خد التوتال فيو، انت رايح على الفيو خد معاك التوتال ده وتبعته، اللي هو الايه؟ الموديل كان بياخد ديسيمال، وطبعا التوتال فاليو هو عباره عن ايه؟ عن ديسيمال، فياخده ويرمي. مش مشكله خالص. يبقى عملنا الايه؟ ادي نادينا على الكالكوليتر ونادينا على الشوبنج كارت، وبعتنا لها الايه؟ البرودكتس، بعتنا لها البرودكتس بتاعتها. بقى كده قمت قايل له معامل متغير، قلت له كالكوليت لي البرودكت توتال، المفروض يكون كالكوليتر صح، ويبعته للايه؟ يبعته للفيو، الفيو بتاعنا. طيب كلام جميل. تعالى نرن رن رن رنرين. ادي الايرور اهو. قال لي مفيش حاجه اسمها برودكت، احنا غيرناها خليناها بي كابيتال، اكيد كنا بنستدعيها في حته ثانيه. بص على دبل كليك كده. قال لي اهو كنت تبعتها هنا ايه؟ الحته دي. قلت له ايوه معلش خليها لي اه وقف.
اعمل بيلد كده قبل ما ايه قبل ما تطلع الطلعة الجوية بتاعتك. قال لي كله تمام، قلت له ماشي انت اللي تمام رن. المفروض يطلع المجموع تلاتة اهي، 78 و35 او 40 مظبوط. كده خد اسم من اللي فوق جاب قيمتها منين؟ جابها من فوق، قلنا اد مدن لا ديسيمال فهو خدها كده رمى رمية عجيبة بصراحة. صح، زي ما احنا بنقول او فوق جاب الموديل الاولاني اللي هو التجميع اللي بعد القيمة اللي بعد ورزع بعدين الديسيمال الثاني. نعم طلعنا دي القيمة، دي توتال فاليو از. طبعا لو مش مصدق روح جمع انت بايديك وتأكد ان المجموع صح. مشكلة الموديل ده ايه؟ مش هو المفروض يتحط فوق كده اد موديل زي ما كنا احنا حاطين؟ كنا المفروض عشان يعني ريستريكت عليه ان هو لازم يستقبل ديسيمال بس، طيب ما اعرفش يعني طبع ازاي بصراحة، يعني دي حركة متخلفة منه ان هو يطبع ال احنا كنا المفروض نكتب موديل. نكتب موديل ونكتب اسم انا فهمت. ايه بقى؟ هو احنا لما كتبنا موديل هنا كتبنا موديل كابيتال. موديل كابيتال دي اللي بنستخدمها لما نكون عايزين ننادي على القيمه اللي جايه. فكلمه موديل دي اللي جه، فاللي جه الرقم، قام كاتب الرقم. وكلمه ديسيمال هنا تلاحظوا ان هو ما عملهاش غير اسود فما فهمهاش اصلا، فنزل كلمه ديسيمال زي ما هي. ما فهمش احنا المفروض كلمه موديل نعملها ايه غيرها وغير الاسم. هنا بقى كده فهم ان الموديل ده هيقبل يستقبل ويبعت ويستقبل ايه ديسيمال، وفهم معنى الديسيمال. لو جينا جربنا كده مش هيغلط الغلطه دي، لان كده فهم ان الموديل ما بيرستريكت يعني بيشيك انه يستقبل وايه ديسيمال. لكن هنا الموديل اللي هو الام كابيتال ده هو اللي بايه اللي بيبعت عليه. فلو جينا عملنا كده رن شفت ما طلعش حاجه غلط زي الفل. ما عملش بقى الايه العيب اللي احنا كنا شفناه.